واحد دو زيكزارسيس في لو موفمون، ولكن مختلفين شويه على التمارين اللي عطيتكم في السلسله الاولى. يعني اي واحد قرا الموفمون وفهمها خاصو يعرف يخرج هذا النوع من التمارين. Un fil à 10 mètres par seconde tandis que la vitesse du second est de 50 km par heure. يعني هنا المعطيات ديال التمرين ضروري خاصني نفهمهم عاد نبدا نخرج التمرين. اذا شنو قالوا لينا هنايا؟ ان عندي دو طران غينطلقوا في نفس الوقت من مدينتين مختلفتين. هاد المسافه ما بين هاد المدينتين هي 86 كم، وغادي يجي واحد في الاتجاه ديال الاخر. اذا وعطوني شنو هي السرعه ديال كل قطار. اذا هنايا في هذا النوع ديال التمارين راه ضروري نرسم واحد الشيما اللي هي مبسطه ونمثل عليها هاد لي دو طران، نمثل عليها السرعه ديالهم، المسافه بيناتهم الى غير ذلك، باش كيسهل عليا ان نلقى الحل للتمرين. السؤال الاول دون كومبيان دو طون سو رونكونترون تيل، يعني هما بغاونا فوقاش هاد لي دو طران غادي يتلاقاو. بطبيعه الحال هاد لي دو طران راه غادي يتلاقاو. علاش؟ لانه غيتلاقاو، يعني راه واحد غيدوز حدا الاخر، يعني واحد اللحظه راه واحد غيدوز حدا الاخر، لان راه عندهم نفس الاتجاه، هما نحيين متعاكسين. هادشي غادي نمثلوه بواحد الشيما اللي هي بسيطه. كنمثلو لو طران 1 ولو طران 2 والمسافه بيناتهم. يعني هذا انطلق من واحد المدينه هنايا وهذا انطلق من المدينه الاخرى. اذا هاد التران الثاني جاي لهاد المدينه، والتران الاول غادي للمدينه اللي كان فيها التران الثاني، وبالتالي ضروري راه كاين واحد اللحظه فين غادي واحد اللحظه فين غيتلاقاو هاد لي دو طران. وبالتالي يعني تلاقاو راه جايين في عندهم نفس الاتجاه ولكن منحيين متعاكسين. اذا باش نلقى هاد لو طون دو لا رونكونتر شنو غادي ندير؟ اذا اول حاجه انا عندي علاقه وحده اللي كنطبق اللي كتجمع لي ما بين السرعه وكتجمع لي ما بين لي بوزيسيون، ولا كتجمع لي ما بين المسافه المقطوعه. كنعرف بان السرعه ديال هاد لو طران هي المسافة اللي كيقطع على المدة الزمنية. ندير هنايا دي ان غير باش نفرقها على المسافة اللي كيقطع التاني. اذا هذه المدة الزمنية باش يقطع هاد المسافة دي ان. عندي في دو هي السرعة ديال التران التاني. شو كتساوي؟ هي كذلك هي دي دو على دي. هنا شنو ممكن نجبد؟ بان المسافه اللي كيقطع هاد التران الاول هي في ان فوا تي، والمسافه اللي كيقطع التران الثاني هي دي دو هي في دو فوا تي. دابا هاد لو طون دو رونكونتر دو لا رونكونتر، يعني داك الوقت فين غادي يتلاقى، شنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون المسافه يعني اللي قطعها هذا، يعني مثلا هاد لو طران الاول وصل لهنا قطع هاد المسافه، وهذا وصل لهنا. بالتالي هاد المسافه اللي قطعها التران الثاني مع المسافه اللي قطعها التران الاول الا زدناهم الا جمعناهم هي المسافه ما بين المدينتين. شنو كيعني هادشي؟ بانه هاد دي غادي نسميوها دي. اذا هاد دي شنو كتساوي؟ كتساوي دي ان بلس دي دو، وبالتالي كنعوضو دي ان بالقيمه ديالها ودي دو بالقيمه ديالها. اذا دي ان شنو هي؟ هي في ان فوا تي، ودي دو هي في دو فوا تي، يعني لو طون فين غادي يتلاقاو. وبالتالي باش نجبدو هاد لو طون هذا، دان دي ات ايغال، دابا عوضنا دي ان ودي دو بالقيمة ديالهم، ماشي بالقيمة ولكن بالتعبير ديالهم. إذا غادي يكون هي تي، نعملو بتي هي في ان بلوس في دو، وبالتالي شنو كتساوي تي؟ كتساوي هي المسافة
ما بيناتهم يعني ما بين المدينتين مقسومة على V1 بلس V2. إذن في هذه الحالة دي شنو عندي هي 86 كيلومتر، V1 في هذه الحالة شحال عطاوها لينا هي 10 متر على السكوند. إذن بالنسبة لهذا 10 متر بار سكوند، إلا بغيت نحولها الكيلومتر بار اور، قلنا إما كنحول المتر ونحول السكوند، ولا تو سامبلومون نضربها في 3.6، وبالتالي هي 36 كيلومتر بار اور، لأن هنا غنخدمو بالكيلومتر. إما نخدمو بالكيلومتر ونحول هذه الكيلومتر بار اور، ولا نخدمو بالمتر ونحول هذه ونحول هاد السرعة الثانية نحولها للمتر بار سكوند اللي بغيت. اذا بما ان عندي انا جوج اللي فيهم الكيلومتر، اذا هذه نحولها للكيلومتر، والثانيه هي 50 كيلومتر بار. اذا عندي كل القيم ديال كل شيء، اذا نعوض تي ايتيغال 30 بلس 36. هادو طبيعة الحال راه الكيلومتر باغ اور، باش كتمشي هاد الكيلومتر مع الكيلومتر وكتعطيني لو طو اون بلوغ. اذا هنايا غادي تعطيني نور، يعني ساعة واحدة. يعني هاد تي ايتيغال نور شنو كتعني؟ سي لو طو دو لا رونكونتر، يعني فين غادي يتلاقاو هاد لي دو تران. لي دو تران يعني غيتكروازاو بيناتهم. اذا كاينه طريقه اخرى باش نلقى الحل ديال هاد السؤال الاول، انني نستعمل لي زيكواسيون اورير. باش نستعمل لي زيكواسيون اورير غادي ناخذ واحد لو روبير، يعني غناخذ واحد لوريجين، ناخذ لوريجين مثلا هنايا ديال لاسباس، و لوريجين دو طون يعني تي ايتيغال زيرو فاش كيكون التران الاول هنايا، وبالتالي هذا هو الغوبير ديالي. دابا في هذه الحاله باش نحدد ليكواسيون اورير ديال لو تران نيميرو 1، يعني ليكواسيون سي اكس 1 ايتيغال في 1 تي بلس اكس 0، وسميها اكس 0 1 يعني الخاصة بهاد لو طران 1. إذن شنو هي اكس 0؟ اكس 0 1 قلنا هي اكس 1، هي هاد البوزيسيون فاش كيكون تي ايتيغال 0، يعني فاش كنبداو الحساب، يعني فاش كنبداو نحسبو الوقت تي ايتيغال 0. إذن في تي ايتيغال 0 هاد لو طران كان في لوريجين اللي خدينا حنايا لوريجين يعني 0، وبالتالي اكس 0 1 ايتيغال 0. اذا شنو غادي تكون ليكواسيون اورير ديال لو طران 1؟ سي اكس 1 ايتيغال في 1 تي. بالنسبه لو طران 2، ليكواسيون اورير اكس 2 ايتيغال في 2 تي بلس اكس 0 2، يعني البوزيسيون هاد البوزيسيون ديالو في تي ايتيغال 0. يعني هاد اكس 0 2 ايتيغال اكس 1 اكس 2 في تي ايتيغال 0. يعني في تي ايتيغال 0 فين كان هاد لو طران؟ كان على هاد المسافه دي، وبالتالي اكس 0 2 ايتيغال دي. يعني هنايا اكس 2 ايتيغال، هنا خصنا نردو البال بان هاد لو طران هادي هي لو سونس دو موفمون ديالو. هاد لو طران هو لو سونس دو موفمون ديالو، وبالتالي هاد لو سونس دو موفمون ديال لو طران 1 غادي مع لو روبير اللي اختارينا، اما لو سونس دو موفمون ديال لو طران 2 غادي او سونس كونترير. باش كنعبروا على هاد لو سونس كونترير دو موفمون، اذا هاد في خصنا نديرو هنايا موان V2T
لان هنايا و اكس 02 سي سي دي. شنو كتعني هادي؟ بان راه هاد لو طران هذا راه في لو سونس اوبوزي. شنو كتعني بتعبير اخر؟ ان كل ما تزاد لو طون، يعني كل ما زدنا في هاد لو طون هذا، كل ما تغير لو طون وتزاد، شنو كيطرى لهاد لي بوزيسيون؟ هاد لي بوزيسيون هادو كيصغارو، لان لو طران غادي في لو سونس كونترير ديال هاد لو روبير اللي خديتو انا اللي اختاريتو. وبالتالي هذه هي ليكواسيون اورير ديال لو طران 2. دابا هنا غادي نعوض، ولا قبل ما نعوض، في لو طون دو لا رونكونتر شنو كتكون؟ يعني في الوقت فين غادي يتكروازا، فين غيتلاقاو هاد لي دو طران، غادي تكون اكس 1 ايتيغال اكس 2. وبالتالي غادي نعوضو اكس 1 بالتعبير ديالها هي في 1 فوا تي ايتيغال موان في 2 تي بلوس دي. دان باش نجبد انا لو طون، غادي نرد هاد الشيء لهاد الجهه، يعني غادي تكون تي في 1 بلوس في 2، لان هادي فاش غترجع لهاد الجهه غادي نديرو البلوس ايتيغال دي. دان تي ايتيغال دي ديفيزي بار في 1 بلوس في 2. كنعوضو كنلقاو نفس القيمه اللي لقينا في الطريقه الاولى. دان السؤال الثاني قالوا لينا كيل اي الوغ لا ديستونس باركوري بار شاكان دي دو طران. دان شنو هي لا ديستونس اللي قطعها كل طران بالنسبه لو طران 1؟ شنو هي لا ديستونس اللي دار؟ دائما عندنا في 1 ايتيغال دي 1 ديفيزي بار تي. بالتالي انا بغيت هنايا لا ديستونس دي 1 ايتيغال في 1 فوا تي. اذا فاش غادي تلاقاو تي شحال غادي تكون؟ اون اور، يعني غادي تكون ساعه. و في 1 راه عندنا شحال؟ راه حنايا حسبنا شحال في 1 اللي هي 36 كيلومتر باغ اور، يعني 36 كيلومتر باغ اور فوا اون اور اللي كتعطيني دي 1 ايتيغال 36 كيلومتر. بالنسبة لو طران 2، دال المسافة اللي غادي يقطع لو طران 2 بنفس الطريقة، يعني دي 2 ايتيغال في 2 فوا تي. و تي راه قلنا راه في الوقت فين غادي يتلاقاو، يعني من بعد ساعة. دي 2 ايتيغال 50 كيلومتر باغ اور فوا، اذا هنايا فوا 1 ايتيغال 50 كيلومتر. يعني من بعد ساعة هاد لو طران الاول غادي يكون قطع المسافة 36 كيلومتر، و الطران الثاني غيكون قطع المسافة 50 كيلومتر. اذا غادي يتلاقاو هنايا غادي تكون 50 كيلومتر، وهنايا غادي تكون 36 كيلومتر. طبيعة الحال هاد لو طران الثاني هو اللي غادي يقطع مسافة كبيرة، يعني في نفس المدة الزمنية هذا غادي يقطع مسافة أكبر. علاش؟ لأن عنده سرعة أكبر من السرعة ديال لو طران نيميرو 1. Exercice 2. Une voiture de longueur L est égale 3 mètres, roulant à la vitesse V1 est égale 24 mètres par seconde. Dans une automobile, le طول ديالها 3 mètres, كتمشي بواحد السرعه اللي هي 24 متر على السكوند. Arrive derrière un camion. يعني جات مورا واحد لو كاميون اللي longueur ديالو هو 8 متر. Roulant à une vitesse V2 est égale 20 mètres par seconde. Donc, هادو المعلومات على لو كاميون، والمعلومات الاولى على la voiture. Où les deux véhicules conservent des vitesses constantes. يعني كنعتبروا بان هاد
لو كاميون لا فواتور كتبقى عندهم واحد الفيتاس اللي هي ثابته، يعني هي هذه اللي عطاوها لينا. لا فواتور فا دونك دوبلي لو كاميون، يعني هاد لا فواتور هادي غادي دوبل الكاميون. علاش؟ لانه عندها واحد السرعه اللي هي كبر من لو كاميون. Et en admettant que le dépassement commence quand l'avant de la voiture à la distance D1 est égal à 15 mètres de l'arrière du camion et se termine quand l'arrière de la voiture est à la distance D2 est égal à 25 mètres de l'avant du camion. D'ailleurs, quand vous voyez cette mérine, il a créé sur le mal à l'eau là, la maladie, je t'en fous, c'est le jour. Donc, on a d'arrouré, dans ce schéma, je ne mets plus à l'éhade les distances qu'un باش نعرفو نجاوبو على السؤال، لأن السؤال الأول هو كالكولي لا دوغي دو ديباسومون، يعني حنا خصنا نحسبو داك الوقت فين غادي دوبل طونوبيل داك لو كاميو عطاونا فوقاش كيبدا هاد ديباسومون، يعني فوقاش كتفوتو فوقاش كينتهي. إذا قلنا كنرسمو واحد الشيما مبسطة، إذن هادي هي لا فواتور في الأول كانت مورا هاد لو كاميو. بطبيعة الحال هي السرعة ديالها 24 متر بار سكوند، و السرعة ديالو سي 20 متر بار سكوند، غادي دوبلو. إذا قالوا لنا هاد لو ديباسومون فوقاش كيبدا؟ فاش كتكون هاد لافو دو لا فواتور، يعني القدام ديال لا فواتور كيبعد على هاد لاغيير دو كاميون بشحال؟ إذا لافون دو لا فواتور على لا ديستونس دي ان دو لاغيير دو كاميون، ب بواحد لا ديستونس اللي هي دي ان، وعطاونا الطول ديال هاد لو كاميون اللي هو 8 متر، وعطاونا الطول ديال لا فواتور اللي هو 3 متر. إذا هنايا قالوا لنا فوقاش غادي ينتهي هاد التجاوز لي تجاوزاتو السياره لهاد لو كاميون، فوقاش غينتهي؟ فاش كيكون لاغيير ديال لا فواتور كيبعد على لافون ديال، يعني كيبعد على هاد القدام ديال هاد الكاميون بشحال؟ بواحد المسافه اللي هي دو دو، اللي هي 25 متر. اذا قالوا لنا شحال هو المده الزمنيه اللي غادي تستغرق هاد السياره باش دوبل هاد لو كاميون. دابا باش نحسبوا المده الزمنيه خصنا المسافه، يعني المسافه اللي قطعت هاد السياره باش دوبل هاد الكاميون هي هاد المسافه هادي. منين بدات دوبلو من هنا حتى لهنا، حتى وصلت السياره لهنايا، هادي هي المسافه ديال هادي هي المسافه ديال التجاوز. وبالتالي هاد المسافه هادي ديال هاد يعني اللي قطعتها هاد السياره، وبالتالي غادي نخدمو ب غادي نخدمو بالسرعه باش غادا السياره. اذا السرعه غادي نعتبر في 1، هادي 1 ولو كاميون هو 2، يعني في 1 هي دي هي المسافه اللي قطعتها على المده الزمنيه اللي استغرقات باش تقطع هاد المسافه. اذا هاد لا ديستونس هادي شنو كتساوي؟ هي في 1 فوا تي اللي كتساوي لنا هي هاد لا ديستونس هادي كامله. هاد لا ديستونس شنو كتساوي؟ كتساوي هاد المسافه هادي من هنا لهنا، يعني هاد لا ديستونس هي المجموع ديال هاد لي ديستونس هادو. اذا هاد دي ايتيغال دي ان، يعني هاد المسافه هادي ما بين لافون دو لا فواتور ولا ريار دو كاميون، يعني دي ان بلس هاد المسافه هادي اللي هي اللي هي 8 متر اللي عطاوها لينا ال غون ال بلس هاد المسافه. هاد المسافه شنو هي؟ هي المسافه اللي قطعها لو كاميون، لان بطبيعه الحال فاش كتكون هاد الطوموبيل كدوبل هاد الكاميون، الكاميون راه ما حابش بلاصتو، يعني ضروري هو راه كيقطع واحد المسافه. شنو هي هاد المسافه يعني اللي كيقطعها هو؟ هي في 2، يعني المده الزمنيه هي السرعه ديالو في المده الزمنيه، يعني هي هاد المسافه هادي بلس هاد المسافه اللي هي دي 2 عطاوها لينا بلس هاد المسافه اللي هي الطول ديال السياره هي بلس ال.
وبالتالي حنا عندنا هاد العلاقه هادي، شنو بغينا نجبدوا منها؟ هاد المده الزمنيه ديال دو ديباسمون، يعني باش تجاوز السياره هاد لو كاميون. لان بغيت هاد لو طو غادي نردهم لنفس الجهه، يعني تي عامل في 1 هادي فاش غترجع لهاد الجهه تولي موان في 2 ايتيغال دي 1 بلس دي 2. هادو غير كنحولهم للبلايص ديالهم باش يجيني ساهل. بلس ال بلس ال، ال هي الطول ديال الكاميون، ال صغيره هي الطول ديال السياره. وبالتالي هاد العلاقه غادي نجبد منها شنو هي المده الزمنيه. اذا تي ايتيغال دي 1 بلس دي 2 بلس ال كونت ال بلس ال على في 1 موان في 2. كتشوفوا بان هاد العلاقه كون ما رسمتش هاد الشيما ديالي راه ما يمكنش نعرف كيفاش نخرج التمرين. كنعوض دابا بلي فالور. اذا دي 1 سي هي 15 متر، دي 2 سي 25، ال سي 8 متر، بتيت ال سي 3 متر ديفيزي بار في 1. V1 c'est 24 moins V2 c'est 20. Mais عنديش هنا مشكل حيت هادو بالمتر على السكوند وهادو كاملين بالمتر، يعني غادي نحسب. اذا غادي نلقى تقريبا سي 12.75 سكوند، يعني كتستغرق هاد السيارة 12 سكوند فيغول 75 باش تجاوز هذا لو كاميون. من بعد قالوا لنا ديتيرميني لا فالور دو لا ديستونس باركوري سور لا روت بار لا فواتور بوندون لو ديباسمون، يعني شنو هي المسافه اللي قطعتها. يعني هنايا واخا خدمنا المسافه ولكن ما قديناش نحسبوها حيت ما عندناش لو طون. إذا دابا عندنا لو طون غنقد نحسب المسافة. عندي في 1 إيتيغال دي 1 ديفيزي بار تي، ألوغ دي 1 إيتيغال في 1 فوا تي، و في 1 راه هي 24 متر بار سكوند فوا تي اللي هي 11.75 متر بار متر سكوند. دابا كتمشي سكوند مع سكوند باش يعطينا شي حاجه اللي هي بالمتر. اذا كنحسبوها ونشوفوا شحال كتعطينا. نعاود نحسب هادي نشوف واش عندي صحيحه. هي 15 + 25 + 8 + 3 / 4 دان هاد فوا 24 ايتيغال دان دي 1 ايتيغال 306 متر. وبالتالي المسافه اللي قطعتها هاد السيارة منين بدات التجاوز حتى كملاتو هي 306 متر.